تيك توك 2017 ممثلة تيك توك 2024 عن إيش بتكلم؟ بتكلم عنك خلى تيك توك يتغير 180 درجة من 2017 ل 2024. حطوا لايك واشتراك وإلى نبدأ. التيك توك زمان إذا حابب تنشهر أفضل خيار عندك التيك توك، ولازم يكون عندك جوال وترقص رقصات محترمة. واكثر شيء أنهما في صرف على فيديوهات التيك توك مثلا نور ميتو شامس задолбали нет 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 да ناجي القاب شريف خالد وغيرهم كثير. هذول ما يدفعوا على مقاطعهم وكل فيديوهاتهم مصورة من الجوال، ولازم كل واحد عنده جوال يصور تيك توك ومع فلاتر كمان. لكن تيك توك لانا لازم يكون عندك كاميرا وبي سي ومايك وغيرهم. وبعض الأمثلة هم فلوس. تبي تتعلم الإنجليزي في 30 يوم بس ومجانا؟ يبلك موقع مجاني يصمم لك جدول حسب مستواك، مدته شهر 30 يوم وكل درس مدته ساعة، يعني ساعة يوميا. فيه أقوى مصادر التعلم والمهام مقسمة بحسب الأيام، بمعنى أنك بتعرف بكل يوم شو لازم تدرس، ومرتبين لك هالروتين بملف قابل للضغط، حرفيا هالروتين بيفك أزمة وبينقل مستواك في اللغة من مستوى إلى مستوى آخر، بس بشرط الالتزام. بحط لكم الرابط في البايو لمدة أسبوع فحاولوا أنكم تلحقون. مازن احمد ايفنت ابل كان امبارح واللي اعلنت فيها عن سلسله الايفون 16 الجديده، فتعالوا في الفيديو ده نتكلم كده عن بعض الحاجات اللي اعلنت عنها في المؤتمر. نبدا بكلامنا عن الابل ووتش الجيل العاشر. الساعه دي هتكون بتصميم ارفع بكتير، والشاشه هتكون انحف بنسبه 10% واقوى في الاضاءه بنسبه 40%، ده غير انها بقت تدعم الذكاء الاصطناعي والترجمه المباشره من الساعه نفسها، وكمان جايب الوان جديده التيتانيوم اللامع، والميزه الكبيره انها تدعم الشحن السريع عشان تقدر تستخدمها اطول مده ممكن في اقل وقت شحن، وسعر الساعه دي هيبدا من 400 دولار. نخش على الساعة التانية وهي الابل ووتش الترا 2، نزلوا منها اصدار جديد باللون التيتانيوم الاسود، ودي كانت اول مرة تنزل وفي ناس كتير جدا مستنياها عشان في ناس ما بتحبش اصلا اللون الرمادي او الالوان اللي كانت بتنزل بيها. اعلنت كمان عن الايربودز الجديدة الايربودز 4، وبقت افضل سماعة من ابل دلوقتي بسبب المعالج الجديد اللي ضافته، والصوت اتحسن بشكل واضح وبقى في منها نسختين، نسخة بنويز كانسليشن ونسخة بدون نويز كانسليشن، لان دي اصلا سماعة عظم فالنويز كانسليشن بيبقى اقل شوية من السماعة الجلد. السماعة اللي بتدعم النويز كانسليشن سعرها 180 دولار، اما اللي من غير نويز كانسليشن 130 دولار. خلصنا كلام عن الساعة والسماعة، استنى بقى الفيديو اللي بعد ده لنتكلم فيه عن الايفون 16 وبس. كان معك مازن اللي انتهت. خالد نزار. خمس العاب مشهورة بالعراق. مرحبا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ زيني whatever. وياكم خالد نزار في فيديو جديد من برنامج ديستوب، ونبدأ بالمرتبة الخامسة. بالمرتبة الخامسة عندنا لعبة God of War. بالمرتبة الرابعة عندنا لعبة ما اعتقد هواي راح يتذكرونها، وهي لعبة IGI. بالمرتبة الثالثة عندنا لعبة ما اعتقد احد ما لعبها، وهي لعبة جي تي اي سان اندرياس، وهاي متأكد كل العراقيين لعبوها. بالمرتبة الثانية عندنا لعبة فيفا بكل اجزائها، وبالمرتبة الاولى واللعبة اللي جربوها الكبار والصغار هي لعبة بلاير انون باتل جراوند، او ما تسمى اختصارا ببابجي. كان وياكم خالد نزار، اذا عجبكم هذا الفيديو سووا فولو واشتركوا بالقناة. باي. وغيرهم انشهروا بالمعدات اللي ذكرت هذه، البي سي والكاميرا والمايك. بس الشهرة على تيك توك لان صعب. انا لما انفتحت حساب تيك توك كنت اخذ المشاهير محتوى بشكل عام تصاميمي، كنت قلت فوكسي، ولان على تيك توك راح يتغير المحتوى وكل شيء يكون من افكاري. ونصيحة، اذا بدك تنشهر على تيك توك لان لازم تشتري معدات، لانه انتهى عصر التيك توك بالجوالي، واصنع محتوى لا ترقص الرقص حرام. وبس هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك وباي.